أسلوب الأخبار من هناك. عصام محمود موجود هناك، ذهب إلى مكان التفجير، ولدينا بعض الصور التي سنعرضها أيضا عن مكان من مكان التفجير. لكن أنا هنا أقول بأن الصور التي تشاهدونها هي صور منتقاه، ليست هي الصور كاملة، لأنه لا نريد أن نعرض قساوة الصور بشكلها الواقعي. بعض الصور بالإضافة إلى معي على الهاتف أظن الآن مندوب الأخبار عصام محمود. عصام، ما هي المعلومات المتوفرة لديك عن هذا التفجير؟ نعم لي سار، تحية لك ولضيوفك الكرام في الاستوديو. نحن الآن في موقع التفجير الإرهابي الذي وقع على أوتوستراد ركن الدين الفيحاء، قبل إشارة أفران ابن العميد، تسمى هذه الإشارة بإشارة أفران ابن العميد، بجانب جامع طارق بن زياد. اليسار، يعني أعتقد أن الصور قد وردتكم إلى المركز الإخباري، والصور قاسية جدا. اليسار، هناك مركز انطلاق لحافلات البولمان في المنطقة التي حصل فيها التفجير. التفجير نجم عن عبوة ناسفة كبيرة، يعني لم أستطع أن أصل إلى معلومة بوزن العبوة الناسفة، ولكنها كبيرة جدا، وحجم الانفجار كان كبير جدا. الانفجار وقع في هذه المنطقة، هي منطقة سكنية بامتياز، بجانبها جامع وعدد من الأبنية. أعتقد أن الصور التي لديكم تظهر هذا المكان جيدا. وأيضا كما قلت، يعني مركز الانطلاق البولمان، حافلات ينتقل إليها بها السوريون من محافظة إلى أخرى بعد أن نقل كراجل بولمان من منطقته في القابون. اليسار، الحصيلة الأولية للتفجير هي 3 شهداء و10 جرحى، حالة بعضهم خطرة، فلذلك عدد الشهداء مرجح للزيادة. اليسار، يعني الصور قاسية والمشهد هنا قاسي جدا اليسار، والإرهاب يضرب مجددا العاصمة دمشق. لكن جميع من التقيتهم اليسار من المواطنين السوريين الذين تجمعوا في هذا المكان أكدوا بأن هذه التفجيرات الإرهابية لن تثنيهم عن رفضهم لهذا الإرهاب، وعن محبتهم لوطنهم، وعن متابعتهم لأعمالهم. اليسار، معلومة يعني أود الإشارة إليها، بأن هذا التفجير وقع التفجير من بعده قامت وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري بتفكيك عدد من العبوات الناسفة، بين 3 أو 4 عبوات ناسفة على جانبي الطريق. إذا كانت المخطط بأن يحدث أول تفجير، تتجمع الناس وتجمع المواطنون والمدنيون، ومن ثم التفجيرات الثاني والثالث والرابع، ولكن الحمد لله كانت وحدات الهندسة والجيش العربي السوري بالمرصاد لهذا المخطط، وقامت ب تفكيك هذه العبوات التي كانت معدة للانفجار. اليسار، كما قلت لك، المنطقة مدنية بامتياز، والمنطقة يعني في معلومة أيضا اليسار تناقلت، يعني أنا وهناك يعني سمعت من بعض المواطنين بأن قنوات مثل الجزيرة والعربية تناقلت أخبار حول هجوم على هذه المنطقة أو إطلاق نار في المنطقة. أؤكد بأن لا وجود لأي إطلاق نار ولا أي اشتباكات في المنطقة، فقط عمل إرهابي جبان، وهو زرع عبوات ناسفة ومن ثم تفجيرها عن بعد. يعني هذا العمل الذي شاهدنا ونشهده في سوريا، هذه الأعمال الإرهابية التي أودت في 3 شهداء و10 جرحى كما قلت لك كحصيلة أولية. نعم عصام، أنا فقط أريد التأكد من معلومة، يعني أنت قلت بأنه عبوة انفجرت وبقية العبوات الناسفة التي كانت مزروعة على جوانب الطريق فورا تم تفكيكها من قبل القوات المختصة، لكن أريد أن أسألك، العبوة التي انفجرت هي أيضا كانت على الطريق أو أنها كانت مزروعة بسيارة معينة؟ وين بالضبط كانت مزروعة؟ كانت بعبوة ناسفة بحجم كبير جدا اليسار، كما أفادني مصدر عسكري من هناك، كانت مزروعة بقلب سيارة مركونة في هذه المنطقة. اليسار، المنطقة يعني هناك جامع، هناك إشارة مرورية، يعني كراج للبولمان، أبنية سكنية تضررت نوافذها وتضررت واجهاتها هذه الأبنية من التفجير، يعني منطقة مدنية ممكن أن يمر. أنا شاهدت بهم عيني اليسار بعض الصبايا وبعض الشباب كانوا عائدين إلى بيوتهم بعد هذا التفجير، وحالة الهلع يعني التي أصابت هذه المنطقة السكنية. ولكن بعدها بدقائق تجمعوا وأصروا على الوجود في هذا المكان، وترحموا على الشهداء، وأصروا على أنهم سيتابعون حياتهم رغم أن في الإرهاب ومن يدعم هذا الإرهاب. الرحمة لشهداء الوطن اليسار من مدنيين وعسكريين، والشفاء العاجل لجرحى سوريا وجرحى الوطن. شكرا لك مندوب الأخبار عصام محمود، كنت معنا من مكان التفجير الإرهابي من ركن الدين، والحديث بأنه عبوة ناسفة بوزن كبير زرعت في سيارة أدت إلى هذا التفجير. كان هناك